ببساطة يعني هو ضرب قذيفة أرويجي بالضبط بنص الناس، يعني ضربها بشكل مباشر على الناس بهدف إنه يقتل أكبر عدد ممكن. أنا لما أصبت أنا ما فقدت الوعي، إجت الإصابة على فخذي اليمين، عرفت كيف؟ وإجت فضية بعدين في فضية بالرأس. هذه المحاكمات هي انتصار للشعب السوري، هي انتصار للحرية، هي انتصار للديمقراطية، هي انتصار بكل معنى الكلمة.